السلام علیکم، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے۔ سورة البقرة مدنية، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ریب فیه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم.